السلام عليكم، معاكم ابو فهد ومعاي عيالي فهد وخليفه مثل ما انتم متعودين علينا. السلام عليكم. عندنا اليوم لعبه جديده، لعبه اتس تيك 2، لعبه جديده عرضها علي ولدي فهد، قال خلينا نجربها بقناتنا، شافها بكذا يوتيوبر عارضها، واحنا اليوم بنجربها وبنقول راينا فيها بكل تجرد مثل ما عودناكم عليه ومثل ما احنا تعودنا عليه. عندك شيء بتقول؟ يبي اقول ان اللعبه شفتها قصتها حلوه، يعني مو اقول قصتها حلوه بس شفت اللعب، يعني نتعاون، يعني كان يوتيوبر قاعد يلعب مع واحد مع مثل ما اسم اللعبه تيكس تو بلاير 2، هي بلاير 2 ما يصير الا بلاير 2. انزين احنا نعرف، انا اعرف نبذه عن القصه، انه في زوجين يبون ينفصلون وعندهم بنيه، واعتقد ان في تويز عندها العاب والالعاب تتحرك، واللعبه فيها تعاون، فيها تشغيل مخ اتوقع، لان اعرف فهد يحب الالعاب اللي فيها تشغيل مخ. ان شاء الله تعجبكم اللعبه، ان شاء الله يعجبكم العرض مالنا، وان شاء الله نقدر نقيم اللعبه مثل ما احنا نبي. اقول شيء ان مو العاب تتحرك، وقصدي ان الام والابو صاروا العاب. الام والابو صاروا العاب، يعني وفي كتاب مال البنت اسمه حكيم عربي، يعني شيء عجبني بالله اسمه حكيم، اسم عربي ذاكرين، يحبون يحلون العرب كلهم سحره وشي كتبهم عادي. زين انت ليش ساكت؟ سولف، خليتوني. يلا شو قول، ايش كتب؟ يلا خليف انطلق. هذا الكتاب هي كانت ماسكه دميه وبطلت الكتاب وقاعد تقول يا رب ما ادري شنو، ما ادري شنو اشتراني، يعني بلغتها يا رب بلغتها. قاعد تقول دمعتين تدخل، دمعتين كان تدخل على الدميه اثنين، كان دمعتين نزلوا منها وصارت الحين راح نشوف القصه عدل عندنا. ايه هو انا بنحرق عليكم ما نبي نحرق عليكم زياده. زين هذه نبذه مختصره، انطلقوا معانا في لعبتنا. الحين بندخل اللعبة وبنشوف. هذه اللعبة بلشت تكستو واضح، واضح التصوير زين، يعني اللي يطلع يعني ما اقول الحياة طبيعية، لكن هذا التصوير اقرب ماله انشارتد هالطبيعة هالنمايل، النوع الخضرة كذي، الزرع اللون أخضر قريب منها. شلون شنو بيضحك كودي ميراندا في هذا؟ والله امشي قاعد تسمعهم من فوق. ابليس لا 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 ابليس يتسمى كا هذا الشخصيات مش مسلوم، ما تشوف اسبون شنو الطين ولا شنو شو شكل خشب على طين هنا من الدمية، بس لما تلعب فيهم شكلهم اكبر يعني صح؟ اكيد راح يفرق. نفس اللبس يعني نفس اللون، بس الأم شوي الأبو. شنو صار؟ عارف عارف عادي ما صار شيء. أنا صرت شخصية الأبو؟ لا. خلنا نشوف. عشاء؟ تونا متعشين. الحمد لله. الدمية هذه شكلها غريب. اتوقع تطلع باللعبه اذا الدم يجي سوري. قاعد تفهمنا؟ حلو. عادي.
راح ادارها. دارت شنو دارس بي صدق يا بنت حلو الفرق الفراش لا وردي شو تسوي هذه ده فراشين تنهاش تطلع اتوقع هذا المخزن او يعني مكان هذا الكتاب وفي اهال عندهم بيت فوق الشارع ويا اهال هذا حاط لها داخل مستودع كذي تحت الطاوله لا هي ما حطيتها هذا دكتور حكيم اللي قلت لكم عنه كتاب الحكيم يس اتس ورك We will, we will. Don't worry. Don't worry, my child. بس ما قلت لكم دمعتين حتى دمع. يلا. الله واحدة. حسبتهم كنا. أوه. وايد. ثلاثة. أبا. راح. واحدة بعد. يلا الحين. بلشنا. لوبو. شو قلت لك شكله غير. هذا الأبو هذه اللعبة الدمية. تعال أبو شوف الحين شوف. ما شوف نفسه. صار روح الأبو والأم داخل اللعبة. وش صار؟ في ذبانة كنا باللعبة ذبانة. صار اكيد حلو فكره اللعبه غريبه جبتني تغيير عن الليجا شوي كل ليجا صح حكيم كلام الكتاب طاحت وهي انقذها لا ما انقذها قاعد لهم قاعد الكتاب هذا تم خفيف زين اسمه حكيم وشنبه مكسيكي وموسيقى مكسيكية والاسم عربي شلون انا ما ادري بس يلا اوكي على الاقل في شيء عربي الاسم عربي والشخصيه مكسيكيه طيب في شيء حكيم بالمكسيكي اسمع يعني بيعالج المشكله بحيث بنعجن خلني اشوف هلا هلا ماي فريند اوكي الشاشه سبرت دخلت هذه تركب مربع شو ليتات هذي؟ فلاش فيوزات مين بابا حساسية عادة عادة شنو؟ ليتات
ايش فيك انت؟ حركتهم تضحك يعني. كفو كفو. متفاهمين شو شو؟ جرب. صبركم ختمين يمكن 10 العاب. مع بعض متفاهمين في اللعبة. تذكروني فيني في اخوي. ابو سعيد قبل تخلصنا سلاح بنينجا انقلنا بس. جربتوها على النت تذكرونها؟ قلت لكم. لا اعرف الحركة معروفة. اوه عجيبة شنو اساسا؟ كل العاب كل العاب حتى بالليل. كل العاب شو لازم تصيد ها؟ يس. الله. حتى عاد نجرب شوي. لا شوي ما يبي يطلع نجرب. كا حط الدش. شوي. سريع. عجيبة عجيبة عجيبة. تصويرة حلوة رزيز. قلت لك. إيه كنت أدنى يركز. إذا في لعبة معينة تبون نجربها حطوا لنا إياها بالمنشن بالكومنت وإن شاء الله نجربها لكم. اللي حد يضغط هذه يبغى يضغطها. أعتقد تتسحلق إذا في شيء نازل تتسحلق تغدى راح. متى حصلت الجولة؟ شنو هذا؟ ظهر اثنيناتكم توقفون عليهم مع بعض. إي مع بعض. ها أوكي. أنا إيه بدل ما أنسى هذا الغيبة بروح تاني واحد فيهم واحد ليه ده؟ إكس دايرة واحد ليه ده؟ كفو. اللعبة اللي يكون شيري بين عيالنا يعني والأهالي كذي الأولاد تخليهم يتفاهمون بينهم بين بعض في البيت يتشاركون يتساعدون. خلي مستوى التفاهم بينهم يكون اعلى. ها خلينا نشوف. شوف. حلوة حلوة اللعبة. تغير جو. حمل لك مو كله فورتنايت. ها كنا حاقت لكم كلنا نحاش. اه انتوا عاد تجرب عطني. عاد نجرب. شنو بدك تجوز؟ ايه 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 لا خوفني واخوي ترى اللعبة هب قاعد تبين حق الياهال او حق العيال ما انا قايل ياهال بقول حق الاولاد قاعد تبين لهم ان في ادوات خطرة المفروض ما يجيسونها يعني مثل المنشار لما حاشها خليفة توه ماتت الشخصية هذا يعني كأنه يقول له ترى هذه خطرة اكس اضغط اكس مربع لا لا اكس مربع دبل جم مربع لا في والله ما سبالك يا كله عده هني كانهم في مستودع لا يعني جراج مستودع جراج اي جراج كهرباء رحمت والله رحمتني بسم الله كفوم شحنة كهرباء دم لا تقلق مو كلنا ما نجيش صدوات خطرة شفيك حلوة حلوة اللعبة حلوة ها صدت هاي؟ انا قاعد اتصلق من النيت ما
الحين عندنا تقييم اللعبة، راح نبلش مع خليفة. كم تعطيها من 10؟ 9. 9 من 10. 9 من 10. شو اللي حبيته في اللعبة؟ انه ايش اسمه، اول شيء كانوا انصار، بعدين البنت بشت، بعدين صار بابا. مو قصة، ابيك تقولي ليش حبيت اللعبة، شنو المميز فيها، تذكرك بشنو؟ بالليجو. بالعاب الليجو، مغامرات فيها تفكير. ايه، بس هاي تصويرها احلى من ليجو صح؟ اوضح. أوضح. يعني انت حبيت سهلة، مغامرات وفيها تفكير، تصيدون شغلات. ايه انزين، فعطيتها 9. وحلو انك مع اخوك تتشاركون بنفس الجيم، تتعاونون عشان نسوي اشياء كذي، مغامر كذي. لعبة مغامرات يعني ادفنتشر، مع فيها ميستريز، فيها بازلز خفيف، شغلات تسويها عدل. ويعني اوكي، 9 من 10 خليفة. كم تعطيها من 10 فهد؟ 9 نفس اخوي. 9 ليش؟ اي ذكرني ان انا استانس لما العب مع اخوي ليجو. اي لعبه؟ العاب ليجو. تقصد العاب ليجو اللي هي العاب بلاي ستيشن ليجو؟ اخوي استانس. حلو، 9 من 10. لعبه حلوه من اي ناحيه؟ شو اللي عاجبك فيها؟ من ناحيه الليجو مثل ما قال اخوي. ادفنتشرز وكذي، تصويرها شلونه؟ تصوير احسن من الليجو طبعا. انزين، هي لعبه بلاي ستيشن 4 اصلا. انزين، ما تحس شيء بالجويستيك صح؟ ولا تحس؟ شوف عطني خلينا نجرب. ما ادري تحس لا لا ما تحس. لا لا، يعني هي لعبة بلاي ستيشن 4 يعني قيمة بلاي ستيشن 4. 9 من 10 لعبة ادفنتشر. فيها ميستري، فيها غموض شوية وتفكير. ها فهد؟ ايه. فيه. 9 من 10. انت ابو كم تعطيها؟ انا الحين اقول لك. بالنسبه لي انا اعطيها 5 من 10. ما تصلح لي، ما استسيغ كذي بعد. ما ادري. 5 من 10 مناسب. بالنسبه حق عمرهم ممتازه. زين، الى الان ممتازه بالنسبه حق عمرهم. اختمها وياهم، يعني ممكن اطالعهم وما يلعبون، ممكن اخذ منهم الجوستيك شويه اخرب عليهم واستخدمها، بس اتوقع هم اكيد بيختمونها. بيختمونها خلاص، وانا راح اكون وياهم، راح اتابع وياهم، وراح انزل تختيم للعبه ان شاء الله في القناه. وسامحونا على الكسور، وان شاء الله الحلقه تعجبكم، وان شاء الله يكون تقييمنا مناسب. لا تنسون اللايك شير والسبسكرايب، ونشوفكم إن شاء الله على خير. مع السلامة.